في الفيديو السابق اتعلمنا ازاي نرسم السلم الخاص بالدور الارضي، وعرفنا ما هو الفرق بينه وبين السلم الخاص بدور البدروم. في هذا الفيديو هنتعلم ازاي نرسم السلم الخاص بالدور الاول علوي او المتكرر، وهنعرف الفرق بينه وبين السلم الخاص بالدور الارضي. اول خطوة هنعملها هنيجي نختار السلم الخاص بالدور الارضي وناخد منه نسخة بهذا الشكل. بعد كده هنقرب من السلم بتاعنا. طبعا لما قطعنا في سلم البدروم في سلم الدور الارضي شفنا درج الخاص بدور البدروم، اما لما هنقطع في السلم الخاص بالدور الاول العلوي هنشوف باقي الدرج الخاص بالسلم الارضي. يبقى احنا وقفنا عند الدرجة 34، هنكمل بعد كده هنا كام؟ 35 36 37، هنرقم ونرجع تاني. خلصت الترقيم. طبعا لما قطعت في سلم الاول علوي شفت باقي الدرج بتاع الخاص بسلم الدور الارضي، فبعد ال 34 زودت 35 36 37 38 39 40. ممتاز. عايز بعد كده ارقم او ابدا السلم الخاص بالدور الاول العلوي، فهاجي بعد كده عند الدرجه ال 21 هتبقى ال 41 42 43 وهكذا، برضه هرقمهم وارجع لك تاني عشان وقت الفيديو. خلصت ترقيم السلم الخاص بالدور الاول العلوي لحد ما وصلت للدرجه رقم 54. بعد خط القطع ظهر معايا باقي درجة الدور الأرضي 35 36 لحد ال 40. بعد كده طبعا ببتدي أحط الدايمنشن على السلم عادي جدا، وبرضو الهندريل بيبقى مكتمل معايا تماما. وتقريبا الفرق الوحيد اللي بين الدور الأرضي وما بين سلم الدور الأول علوي هو الترقيم فقط لا غير، الترقيم فقط لا غير. بعد ما بوصل للدرجة اخر درجة خاصة بالدور الارضي ببتدي اكمل حتى مستوى القطع، ولما بقطع ببص لتحت بشوف باقي الدرج الخاص بالدور الارضي، وسهم الصعود ايضا هو هو ما اختلفش. في بعض المدارس بتبتدي تاخد الخط ده تكمله كده بس للاخر بهذا الشكل، فده برضه بيبقى فرق في شكل السلم فقط لا غير. الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون مفيد لحضرتك، يا رب يكون قدم الإضافة. أشكركم، نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى.